كريم صباح الفل عليك، واتفضل بقى سمعنا كل التفاصيل المتعلقة بالمعسكر وكل اللي دار فيه. صباح الفل عليكم طبعا، وكل التحية لكم والكابتنة طبعا كابتن عادل طائمة، واحد نجوم النادي الاهلي. يعني نقدر نقول لزميلي كريم يا رب ان شاء الله النهارده يكون يوم سعيد وفرحة كبيرة على كل جمهور النادي الاهلي. الجمهور منتظر الحقيقة هذه البطولة، دي من البطولات اللي قدر الحقيقة ابطالنا يحققوها خلال الفترة اللي فاتت. مجهود كبير بيبذل، ومجهود ايضا كمان لسه هيبذل خلال المرحلة القادمة، لكن ان شاء الله النهارده تكون 90 دقيقة من نصيب النادي الاهلي، وما نوصلش بقى لاكسترا تايم ويمكن ركلات الترجيح. ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نحسم هذه المباراة بالفكر الكبير والمعسكر الرائع والمميز جدا الحقيقه اللي فيها للنادي الاهلي. عايز اكلمك زميلي كريم طبعا على هذا المعسكر المميز جدا من بدايته. الحقيقه كان لابد يكون في فتره يمكن زمنيه قصيره يكون فيها النجوم المتواجدين طبعا الوافدين الجدد كل اللعيبه، الانسجام وكل الامور دي الحقيقه كانت ليها مردود كبير جدا في معسكر فريق النادي الاهلي في الاسكندريه. والدور الاكبر كمان زميلي كريم طبعا هو دور الكابتن محمود الخطيب. الحقيقه طبعا ما بنشوفه متواجد في المعسكر، يمكن الكابتن محمود الخطيب بقيمته الكبيره كان متواجد يوم السبت، شفناه في تدريب فريق النادي الاهلي متواجد مع الفريق لحظه بلحظه بيتابع. الرساله بتكون واضحه جدا ومردودها بيكون مهم جدا وبتوصل للعيبه بشكل كبير. بناكد على هذا الامر لان الحقيقه احنا حاسين ان احنا في سفر، حاسين ان احنا في غينيا، في غانا. كابتن محمود الخطيب سايب طبعا متواجد طبعا هنا مع فريق النادي الاهلي في المعسكر، ودي رساله مهمه جدا وحابين ناكد عليها لان دي بتبقى دفعه معنويه كبيره مع الدفعه الموجوده اصلا والرغبه الكبيره عند فريق النادي الاهلي. كل بطوله بتدخل دولاب بطولات النادي الاهلي بتخش في التاريخ، وبيبدا النادي الاهلي يفكر في المرحله القادمه. فيمكن ان شاء الله النهارده التحضير يكون جيد جدا بالنسبه لي موسماني، ايضا كمان الرؤيه الفنيه الممتازه للجهاز الفني بالكامل لفريق طلائع الجيش. عنده عناصر مميزه دعم بشكل كبير جدا خلال المرحله اللي فاتت، ويمكن المباراه دي هتكون صعبه جدا. والتكتلات الدفاعيه ده امر مهم جدا الحقيقه حابين نتكلم عليه، لان بيتسو موسماني خلال الايام الماضيه وايضا كمان التدريب الاخير ركز على التكتلات الدفاعيه، لان من المتوقع ان احنا هنشوف تكتلات دفاعيه كبيره جدا، فمحتاجه حلول ومحتاجه تركيز اكبر ومحتاجه كمان ان يكون في خلق مساحات كبيره. التحرك بدون كره ده امر مهم جدا، استغلال الفرص ده امر مهم جدا. كل الامور دي اتكلم فيها الجهاز الفني بالكامل مع فريق النادي الاهلي. ولن ننسى ايضا كمان دور اللاعبين الكبار اللي ليهم دور كبير ومؤثر جدا على كل الفريق. يمكن الدعم والحماس والجديه اللي احنا بنشوفها في تدريبات فريق النادي الاهلي بتوصل لنا رساله مهمه جدا، ان اي حد بيكون متواجد عارف ان الفرصه مهمه. 27 لاعب في معسكر فريق النادي الاهلي، اه طبعا عدد كبير، لكن احنا في انتظار ايضا كمان قبل المباراه بساعات بسيطه حتى القائمه النهائيه تكون متواجده. الصفقات الجديده مشاركتها امر مهم جدا، شفنا الحقيقه لويس ميكسوني طبعا واحد من النجوم اللي بنتنبأ له بمجهود كبير جدا، ويمكن ان شاء الله يكون متالق مع فريق النادي الاهلي سواء خد فرصه من بدايه المباراه وعلى مدار ال 90 دقيقه يكون ان شاء الله مشارك. عبد القادر بقى، عمار، حسام حسن، كل اللعيبه دي الحقيقه كانت معسكر بالنسبه لها معسكر رائع ومميز جدا. فبنتمنى ان شاء الله النهارده كالعاده هنا في الاسكندريه على استاد برج العرب السوبر رقم 12 ان شاء الله يكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. احنا كالعاده طبعا متواجدين في معسكر فريق النادي الاهلي، طبعا اليوم الاعتيادي بقى الخاص بالافطار ووجبه غداء ووجبه تحرك فريق النادي الاهلي ان شاء الله يكون في الخامسه والربع على ان يتواجد ان شاء الله قبل انطلاق المباراه بساعه ونصف. الامور الحمد لله كلها مطمئنه ومؤشرات ايجابيه جدا لفريق النادي الاهلي. بنامل ان شاء الله زميلي كريم وكابتن عادل طائمة طبعا لعيبتنا النهارده تكون في قمه تركيزها، نقدر نحسم ونقدر نفرح جمهور النادي الاهلي، لان قعدته النادي الاهلي هو مصدر السعاده للشعب المصري بالكامل. طيب كريم، يعني استاذنك طبعا صباح الخير في البدايه، وانا عندي سؤال معلش لان مهم جدا ان احنا نطمن برضو. لسه كنا بنتكلم مع كابتن عادل على فكره هنا يعني صفقات جديده في طلائع الجيش وربما مش مالوفه لدى فريق يعني الاهلي وربما ايضا لموسيماني. خليني نعرف النقطه دي برضو ازاي تغلبنا عليها والفكر اللي موسيماني بيعمل بيه علشان برضو يقدر يعرف الفريق المنافس على اتم يعني وجه. اتفضل. نقطة أكيد مهمة جدا، يمكن زي ما أكدنا إن نادي طلائع الجيش بتدعم بتدعيمات كبيرة جدا، ويمكن أكثر من لاعب دخل في نادي طلائع الجيش لاعبين ممتازين جدا، لكن الشكل العام طبعا اللي إحنا عارفينه والتكتيك الخاص بطلائع الجيش ده أمر معروف، لكن التوظيف بالنسبة للمستوى الفردي على كل اللاعبين ده الحقيقة يمكن بيتسو موسيماني مركز عليه بشكل كبير جدا. يمكن ما شفناش اللعيبة الوافدين الجدد في نادي طلائع الجيش بتلعب مع المجموعة كاملة، لكن لابد يكون في تنبؤ ونتوقع إيه اللي ممكن يتم. أكيد طبعا عارفين إن التكتلات الدفاعية ده أمر هيكون مهم جدا، فبأكد لك زميلتي نهوان طبعا على الفترة اللي فاتت والتكتيك اللي الحقيقه اللي كان بيقوم بيه بيتسو موسيماني مع فريق النادي الاهلي يدل ان القراءه الفنيه مميزه جدا. الراجل بيقرا بشكل كبير جدا فريق طلائع الجيش، شغال عليهم بشكل كبير. اي حد يكون متواجد من الصفقات انت عارفه طبعا هم ضموا عدد كبير من الصفقات، لكن القوام الاساسي لفريق طلائع الجيش معروف. لكن بنامل ان شاء الله باذن الله من خلال الايام الماضيه ومعسكر فريق النادي الاهلي والهايلايتس طبعا اللي يمكن كل يوم اللعيبه بتتفرج عليه في محاضرات فنيه سواء قبل التدريب وبعد التدريب، يكون النادي الاهلي وجهازه الفني وصل للثغرات ونقاط القوه والضعف الخاصه بفريق طلائع الجيش، واي حد
حد هيكون متواجد زميلتي النهارده. انت عارفه طبعا النادي الاهلي عنده هدف وعنده امل وعنده طموح كبير جدا ان شاء الله باذن الله هذه البطوله تكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. احنا بنكمل موسم ولسه ما بداناش موسم، فهذه البطوله هتكون لسه في الموسم طبعا المنقاد لفريق النادي الاهلي للدوري، بطوله الكاس، ثالث عالم، كاس افريقيا طبعا، وايضا كمان كاس سوبر الافريقي، وعدد كبير جدا من البطولات. لكن ان شاء الله النهارده بنتمنى للجهاز الفني بالكامل مع لعيبه النادي الاهلي تكون قراءتهم الفنيه مميزه، وايضا بيتسو موسيماني كمان بنتمنى من خارج الخطوط التغييرات وتوزيع الماتش طبعا على فترات، امتى هنضغط، امتى يمكن ان شاء الله باذن الله ما يبقاش في احراز هدف لينا. كل الامور دي بنعملها ان شاء الله، بنتمناها تكون مع بيتسو موسيماني بقراءته الفنيه المميزه، والتوفيق بس يكون معانا ان شاء الله في 90 دقيقه، وباذن الله عقب ال 90 دقيقه نقدر نرفع الكاس ليدخل ويزين دولاب بطولات النادي الاهلي. والله يا كريم يعني طبعا دي هتكون خير استهلال، دي اللحظه اللي كلنا مستنيينها ان احنا نستهل الموسم الجديد بهذا اللقب وبهذه البطوله. كل الشكر لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من مقر اقامه الفريق الاول لكره القدم، شكرا جزيلا ليك.